بالنسبة للأيام اللي باب مفتوحة هي عادة بنبنى عليها منذ سنوات. كل عام دونك نعمل اون جورني بورتو فيرت، نعرفوا بها بالمركز ونعرفوا بها بالاختصاصات المتوفرة في المركز، نقبلوا ونستقبلوا فيها الأولياء والشبان والمؤسسات وعامة الناس، ونعملوا بهم دورة صغيرة في المركز نعرفهم بالاختصاصات وبالورشات وبالتجهيزات الموجودة وكل شيء يهم التكوين. السنة اللي بسبيسيال الجورني هذه بحكم حابين نشاركوا فيها مراكز التكوين في الولاية الكل، فيها فرصة قربنا المراكز للشبان باش هما يمشيو ويكتشفوا شنو هما الاختصاصات. احنا جبنا المراكز لهنا والشبان دونك هما اللي يدوروا ويسالوا شنو هما الاختصاصات المتوفرة، شنو هي فرص التكوين الى اخره. ثم اقبال خاصة من طرف المهنيين وبعض الشبان وبعض الاولياء. كيفاش كان التجاوب؟ والله الحق برسك الناس اللي استدعيناها الكل معناتها شرفتنا بالحضور. ديجا كنت تشوفوا توا احنا في اجتماع مع المهنيين، تعرفوا المهنيين والشركات هي معناتها شريكه معنا في التكوين، وحبينا نعملوا معاهم حوار صغير نطرحوا مع بعضنا شنو هي الاشكاليات نتاع التكوين، نزيدوا ندعموا الشراكه، نتعرفوا على بعضنا، يجيونا نمشيو لهم، هذا الكل دونك لمصلحه الشارع. شو الاشكاليات اللي تعرف الإشكاليات هي بالأساس في التربص، يعني ثم صعوبة في الحصول على التربص، ثم بعض يعمل تربص ويحب يبدل من بلاصة لبلاصة، ثم زاد بعض الاختصاصات فترة التربص نتاعو كالاختصاص ما يبدا ما فماش، مثلا يجي في الشتاء هو يقرا كليماتيزاسيون يحب يعمل تربص في الشتاء دونك ما فماش كليماتيزاسيون فما شوفاج، ولا العكس في الصيف دونك هو يبدا قاري شوفاج ويحب يعمل ستاج في الشوفاج، دونك تجي يلزمنا تنسيق اكثر ما بيناتنا احنا والشركات باش المتكون وقت يمشي يعمل تربص معناتها يعمل تربص فريمون في الحاجات اللي هو مطالب باش يعمل فيها تربص، مش في حاجات اخرى ما عندهاش علاقه. فماش اختصاص جديد يكون جديد بالنسبه للحاجات. حكيت في الاخر شبه حكيت على حاجه جديده اي هو الاختصاصات هي بعيده ما بدلناهاش، تبقى ثم نشاط جديد اضفناه هو التكوين عن بعد. التكوين عن بعد هذا موجه خصيصا للناس اللي تخدم، يعني الناس اللي تشتغل حاليا دونك ينجموا يتكونوا في اختصاص اللي هو التقني السامي في تكييف الهواء وعن بعد، يعني حضور من هنا ماهوش ضروري، يجيو كان نهار لحد للاشهر التطبيقيه باش يعملوا لي تربوكراتيك، وباقي الاسبوع يعني يتكونوا في الدار اترافير اون بلاتفورم اللي هي على الانترنت وحضرتها المركز الوطني للتكوين المستمر. يقول نصور مش كيما مشاهد على الاتيليه ويشوفوا عن بعد عن بعد هي دروس نظريه عن بعد، لكن التطبيقي كله لهنا في المركز، عندهم كل نهار احد يجيو لهنا يعملوا اشغال تطبيقيه تاع الحاجات اللي قراوها في وسط الجمعه، والحق معناتها لاقت اقبال. عندنا تو مجموعه حاليا 40 متكون يقراوا في الاختصاص هذا وموظفين، يعني يجيو بانتظام ويتابعوا في دروسهم عن اترافير الانترنت ان شاء الله ربي ينجحها. وعندنا مجموعه اخرى مبرمجين باش ندخلوها في سبتمبر ان شاء الله في نفس الاختصاص هذا وبنفس نمط التكوين هذا. شوف الحضور حتى جماعه مرسين على السياحه اليوم. اي. شكون الحضور معناها بالنسبه للمثل القطاع السياحي؟ لان هذوك هما اللي زين اوتيليير يعني النزل هي يعني تمثل نسبه كبيره من المجال اللي يمشي يكمل فيه التكوين ويعمل فيه التربص نتاعو الشبان اللي تكون حدا الخطر. تعرف احنا نشاطنا هو بالاساس في الشوفاج وفي الكليماتيزاسيون وفي البلومبري، دونك القطاع المزل هو يستوعب نسبه كبيره منهم بحكم ما عندناش نسيج اقتصادي كبير، ما عندناش برشا شركات لهنا، عندنا دي بتيز ارتيزون، عندنا كلكو سوسيتي دو مينتونس، مي النسبه الكبيره اللي تمشي تتكون فيها تكمل التكوين نتاعها الشبان نتاعنا هو في النزل. ما عندوش دور في السونتر ولا جيست فورماسيون ولا ينجم حتى يدخل حكاية مونتونسور قدام يشوف خدمة ينجم ولا؟ لا نجم يدخلوا دايور هما برشا منهم اللي يتكونوا لهنا من بعد الخدمة نتاعهم دونك ياخذهم السيد اللي عملوا بحذاه تربص، دونك إذا كان يشوف اللي هما كومبيتون وسيريو دونك ينجم يشغلهم آليا بعد ما يكمل
الفورماسيون تاعك، وتجينا ديما طلبات لهنا من بعض الشركات من بعض المؤسسات، تجينا طلبات ومدوهم بالقائمة تاع الخريجين وهم يعيطوا لهم.